وريني وريني بسرعة وريني. يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم هيكون ملخص للحلقة 7 من الزوجة الرابعة. هتشوفوا معنا اهم توقعات ومفاجأة اننا توقعنا صح الحلقة اللي فاتت. كمان هتشوفوا معنا ملخص لفيلم الاسطورة، وكمان غزل عملت ايه في مرات ابوها، واذا كان عندها حق ولا لا هتعرفوا. شوفوا معنا اهم الملاحظات والتوقعات فيه، ويا ترى هيكون مين الزوجة الرابعة، اي احلى ولا مين، هتتفاجئوا. تابعونا على القناة دي وهنلخص معاكم كل افلام العيلة، وهنقول لكم كمان اهم الملاحظات وكمان القفشات المضحكة مع احلى عيلة في الدنيا هي عيلة الجمل. فقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بالحلقة 7 من الزوجة الرابعة، ويا ترى حجوجة هيعمل ايه في خطة جلجل، وشكلها كده جلجل هتضحك على حجوجة ولا ايه؟ وخطة جلجل نجحت انها تخلي حجوجة يقوم على مراتوته ويعمل مشكلة كبيرة بينهم، وده عشان تستفرد بيه وتعمل اللي هي عاوزاه. وسلمى خلاص خدت اسبوع كمان ومش فاضل غير انها تحمه. هي كمان لازم حجوجة يغضب عليها عشان يخللها الجو وتعمل اللي هي عاوزاه، وكمان هتضحك على عقله. برضو يا جماعه جلجل مش سهله خالص، وعمرها ما هتنسى الضرب اللي كان بيضربه لها. تنتقم منه وهتقوله فانز برنس مصر قال. في البدايه زي ما قلنا لكم توقعاتنا للحلقه اللي فاتت طلعت كلها صح، وجلجل اتهمت فعلا مراتات حجوجه انهم سرقوا الشنطه وحطوا الشنطه في اوضتها وعملت مشكله كبيره، ويرضيك كده يا حاج يعملوا فيا كده ويطلعوني حراميه. بس الجزء الناقص هنا يا جماعه ازاي حياة ما شافتهاش والحاج كمان ما سالهاش. حجوجة طبعا صدقها وقال على ندى حمو انها غلاويه وانهم عايزين يعملوا مشاكل ما بينها وبينه. طبعا يا جماعه انتوا فاكرين ان اللي جلجل بتعمله ده كله حبا في حج، لكن طبعا ده غلط خالص. هي بس بتغيظ مراتات الحج سلمى وندى حمو، والحج وعدني بوعود كتير قوي، وازاي حجوجة بيدلعها. طبعا في الحقيقه مش طايقاه. ملحوظة سريعة، مين اخد باله من فيروز وهي خبطت حياة من غير قصد؟ حياة على طول راحت ضربها. تعالوا بقى للخطة الجديدة من ندى حمو عشان تحبس سلمى وجلجل كمان في الحمام. هي كمان عاوزة تنتقم منهم عشان تخلص منهم، وعملت كده فعلا، وده عشان سلمى تضيع اليوم بتاعها. هي ما عملتش حسابه خالص ندى هي حياة كانت واقفة زي الظابط، وده عشان تدي التقرير لحجوجة. جلجل وسلمى قعدوا يصوتوا في الحمام ويخبطوا على الباب، وبجد يا جماعة احنا اتخضينا اصلا عليهم. تعالوا بقى للحج وهو جاي من الشغل وبيسأل على مراتاته هما فين يا ندى، وهي تقول له معرفش هما فين. وجي وقت سؤال عصفورة البيت بيبي حياة القمر، ربنا يخليكي ليا ويحميكي يا حياة. حياة طبعا ما توصلتش خالص، قالت الحقيقة وازاي حبستهم كمان في حمام الجنينة. المهم ان الحج خرجهم من الحمام وخلاها هي اللي تدخل الحمام مكانهم وقفل عليها. وتتوالى المقالب يا جماعه ما بين مراتات حجوجه وعقاب ليها انها هتقعد اسبوع في الحمام. لسه مستنيين حجوجه يعرف حقيقه ندى جلجل، لكن لسه بدري على الكلام ده. وعلى فكره يا جماعه برضو حجوجه مش سهل خالص، ولا سهل ان جلجل تضحك عليه، واللي انتم ما تعرفوهوش انه معلم كبير وفاهم كل اللي حواليه. بنتوقع الحلقه الجايه هيكون في خطه جديده ومقلب جديد من جلجل او مراتات الحج. ودلوقتي واخيرا تعالوا نروح لاول فيلم في الفيلا الجديده في ساحل الشمالي، وقصته بتحكي عن سندريلا غزل عايشه مع مرات باباها سلمى ومعاها كمان اولادها. وسلمى مرات اب مفتريه جدا لدرجه انها قصت شعر سندريلا غزل، وكمان يا حرام بتعملها معامله وحشه جدا وبتفرق بينها وبين ولادها لدرجة انها مش عاوزاها تنزل البول مع اولادها، وزعقت لها جامد اول ما شافتها بتلعب معاهم، وده ظلم كبير ليها. انا قايلالك عينك عليهم ما تنزليش معاهم صح؟ ايوه ما انا لقيتهم هما بيلعبوا قلت انزل اعدلهم والعب معاهم. ايوه يا ماما كانت بتعدلنا. انتي مالك اخواته بيلعبوا مع بعض، ايه اللي دخلك بينهم؟ انا قايلالك تقعدي هنا عينك عليهم صح؟ صح. طيب ماشي يا غزل، وانتي يا فيروز بتلعبي معاها ليه؟
يا ماما عادي، يا ماما كانت بتهدلنا يا ماما، انا مش قايله ممنوع تلعبي مع غزل. وظلم الكبير التاني ليها انها تجيب لاولادها اندومي، لكن غزل ما ينفعش تاكل زيهم، وعشان كده غزل فكرت انها تنتقم منها وتحط لها في الاندومي بتاعها شطه. ده طبعا بعد ما اكلت منه كام معلقه من جوعها. ومن الصدفه الغريبه تيجي عندها جارتها وكمان بنتها حياء وتاكل من الاندومي اللي فيه شطه. بس بصراحة ندى جارتها تستاهل فعلا، لأنها طلعت وحشة واتنمرت على غزل وشعرها، وحياة كلت الاندومي الحراق وكانت مخضوضة جدا. واحدة واحدة يا حياة، كل حياة واحدة واحدة. حراق 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 ايه يا حياة؟ كل حياة مش حراق، ممكن يكون عشان سخن عليها بس. حراق حراق ايه يا حياة مالك، سخن ولا حراق؟ حراق والله يا جماعة. حياة طلعت ممثلة حلوة قوي وكمان شاطرة، ممثلت الدور حلو جدا. بطت في المشهد وبدل ما تقول حرق قالت سخن. مين بيحب حياة زينا هنا؟ يقولنا دلوقتي في الكومنتات. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واستنونا الحلقة الجاية في ملخص جديد مع الزوجة الرابعة وأفلام أحلى عيلة هي عيلة الجمل. دلوقتي تعالوا نروح لسؤال الفانز، والسؤال هو قولونا غزل كانت مرات أبوها هي سلمى ولا ندى حمو؟ السؤال سهل جدا، شوف الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقه. هنا وصلنا للنهايه، ما تنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.